بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، أحييكم أجمل تحية على بركة الله تعالى وتوفيقه انطلاقه للشوط الأول وللفترة المسائية اليوم الست الثاني عشر من شوال لعام 1129 للهجرة، الموافق 11 من اكتوبر لعام 2008. إذن هذه الانطلاقة أيها في كل مكان مشاهدينا ومستمعينا الكرام، شوط الثنيان القعدان وخمس كيلومترات وأول انطلاقة لهذا الشوط أو بهذه الانطلاقة من ميدان الشهيد فتحي أحمد الصباح رحمه الله وطيب الله ثراه. ننقل لحضراتكم هذه الانطلاقة، واليوم هي ستة أشواط، ومن هذه الأشواط كأس الهيئة العامة الشباب والرياض، كأس النادي الكويتي لسباق الجن. هذه الانطلاقة مشاهدينا الكرام، والأعداد والمشاركة للمشاركين بهذه الانطلاقة الأولى خمسة كيلومترات انطلاقتنا بهذه اللحظات، ونحن في طريقنا مع المراكز الأولى والمركز الأول. صيحان تعود ملكية صيحان سيد غريم بن عايد القنقودي اللي في المركز الأول وانطلاقته إلى مقدمة الشوط، بينما نرى مشاهدينا الكرام المركز الثاني. المركز الثاني الفارس، تعود ملكية الفارس للسيد تركي بن مطيع الضفدي اللي يشارك أيضا المركز الثاني ونقلته المركز الثالث. المركز الثالث شاهين لعباس عبد اللطيف الطارش اللي أرى يشارك في ثالث المراكز، نقلتنا إلى المركز الرابع. المركز الرابع هناك مرعوش وتعود ملكية مرعوش للسيد فهد بن مقبل العجي اللي في رابع المراكز، نقلتنا إلى المركز الخامس. المركز الخامس هنا أيضا مشارك المتحد للسيد صالح سالم الحيم اللي في المركز السادس الخامس، نعم في المركز الخامس. المركز السادس، المركز السادس السيد لحمد بن مسعود المري اللي في سادس المراكز. المركز السابع، المركز السابع هناك ايضا مشعود مسعود بن طينان الهاجري اللي هو مشارك المركز السابع. الثامن ناخذ المركز الثامن نجران عزاء بن عيد الشهري في المركز الثامن. المركز التاسع عبد بن طلال العجمي، والمركز العاشر، المركز العاشر هناك ايضا لطام للسيد ماجد بن شيب. هذه هي نتيجتنا مشاهدينا الاعزاء، هذا اول ندائنا للعشره المراكز الاولى بالوفاء والتمام، كامله مكمله اعددناها لحضراتكم والانطلاقه هناك عند المقدمه والسيطره مع المشاركين. هذه الاجواء التميزه التي شارك فيها الاخوه المشاركين، هناك لازم نتواصل ومع المقدمه. هناك صاحب المركز الاول الذي لا زال مسيطر في المركز الاول الصيحان، انطلاقته في مقدمة الشوط لا زال مسيطر على المركز الأول للغريم العودي الظفيري في أول المراكز وانطلاقته إلى مقدمة وسيطرته على المركز الأول مشاهدينا الأعزاء. هذا هو بالفعل اللي هو بصيحان مسيطر انطلاقته في المراكز الأولى من الخمسة كيلومترات، وهي أول مشاركة للثنيان ببداية الموسم 2008-2009. هذه انطلاقته من علم صيحان الى المركز الاول وسيطرته على مقدمه الشوط العنقود الظفيري. المركز الثاني هناك الفارس، الفارس وتعود بيته لتركي بن مطيع الظفيري، مقبلين الان مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء الى الكيلوين الاخيره التي تفصلنا عن خط النهايه وعن مجريات هذا الشوط، ولكن ناخذ وياك المركز الثالث. المركز الثالث
الثالث. لا زال صاحب المركز الثالث هو شاهين العباس بن عبد اللطيف الطارش اللي يحتل المركز الثالث والمركز الرابع. مرعوش لفهد بن مقبل العجمي في المركز الرابع ونشاهد هناك، ولكن بعيد عن المركز الرابع او الخامس والله بعيد. اربع المراكز الاولى انفردت وسيطرت، ولكن فارس الفارس يغير الى مجريات الشوط، والمنافسة يبدو انها بين المراكز الاولى. هناك 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 المقدمة، الفارس لتركب نصيع الفيري في مقدمة الشوط في المركز الاول وسيطرته على مقدمة الشوط انطلاقته، ولكن صيحان مبراد النتيجة ويغير الى المركز الاول. والمنافسة قوية وانطلاقة موفقة، تنافس على المركز الاول والمركز الثاني، ولكن المنافسة بين الفارس وبين الصيحان، بين الفارس والصيحان هناك المنافسة القوية. والمركز الثالث، عطونا المركز الثالث. هناك ايضا مرعوش فهد بن مقبل العجمي اللي في المركز الثالث، ولكن الكيلو الاخير يا مشاهدينا مستمعين الكرام ويا متابعين، المقدمة بين الاثنين، الفارس والصيحان، ويا هل ترى الفوز لمن مرعوش واصل. يلا ابو فيصل، يلا يا ابو فيصل منافسه بين الفارس ومرعوش وبين الصيحان، ولكن الفارس سيتركب نمطيع الظفيري في مقدمه الشوط، والملاحقه بين مرعوش ويلا يا ابو هاجر، يلا روح يا ابو هاجر روح. هاجر الفارس باللحظات الاخيره الى المقدمه، الى الفوز، الى التنافس، وبالفعل هناك المنافسه بين الاثنين، بين الفارس وبين مرعوش. ولحظات نقبل الى النهايه، ويقف خط احتراما تحت اقدام الفارس والمرعوش، لكن الفارس باللحظات الاخيره. مشاهدينا الاعزاء، مستمعينا الكرام، تهانينا والناموس لتركي بن مطيع الظفير، وتهانينا ابو هاجر على فوز الفارس في المركز الاول، تهانينا ومبروك على المركز الاول، تهانينا والناموس. المركز الثاني مرعوش، المركز الثالث ام سيحان لغنيم العبد الظفيري، بالفعل ابتعاد الثلاث مراكز الاولى عن المشاركين. المركز الرابع لما اعتقد ستة متحد، صالح سالمري. مركز الخامس شاهين، وشاهين بالفعل للسيد عبد اللطيف عباس عبد اللطيف، ايضا ظبيان للسيد عبد الله طلال العجمي. تهانينا لتركي بن الظفيري على فوز الفارس في المركز الاول، تهانينا والناموس حصوله على المركز. واستودعكم الله.